اليوم تبدا الحكايه في دوري ابطال اسيا، البطوله الاكبر في القاره الصفراء، البطوله التي دائما ما تجمع افضل الانديه من اقصى شرق القاره وحتى في منطقتنا العربيه، بطوله بالتاكيد ان لها اهميتها وايضا فيها كثير من النجوم على مستوى القاره الاسيويه، وايضا امر مهم جدا في هذه البطوله انها ستكون بوابه للوصول الى البطوله العالميه، وبالتالي فان كل فريق يسعى لتحقيقها ونتمنى مشاهده طيبه في هذه البطوله. اجواء رائعه هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من اجل الاثاره والمتعه والشغف وكره القدم. And this is now today's lineup. Number 88, Steve Nzonzi. Number 10, James Rodriguez. والآن مع انطلاقة المباراة وصلت، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، كرة في المرمى، جول. تقدموا في وقت مبكر للغاية من هذه المباراة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. ستيفان زونزي، رودريغيز، ياسين إبراهيمي، والتسديد. يا إلهي، جول. يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. هدفين مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. ينجح في تمريرها إلى إبراهيمي، عنده مساحة خالية على الطرف، يحاول لعب الكرة بالرأس. وستكون هنا رمية تماس.
ثم كرة إبراهيمي تدر جبيب الكرة إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. رودريغيز مرت الكرة بشكل جميل. إبراهيمي يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم، دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. سيفان زونزي، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. رودريغيز مرت الكرة، إبراهيمي الله يا ولد، هدف غير عادي، قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة، الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. ضغط قوي وينجح في استعادتها، وها هي نهاية الشوط الأول. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب.
وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. سيفان زونزي، رودريغيز، عدت الكرة، كرة طولية إلى الأمام، ياسين إبراهيمي، فرصة، الكرة تضرب في القائم وترتد، تسديد الكرة بقوة. ياسين إبراهيمي، قد تكون يلعبها ببراءة، The attendance for this match was 29,830. تلعب الكرة إلى الأمام، إبراهيمي، الكرة اللي كانت في منتهى القوة، اتخذ قرارا هو التسديد، أظهر تحكم غير عادي مع الكرة من أول لمسة. كرة طولية من الحارس، كرة طويلة للأمام، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة من جهة اليمين، بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم، سيفان زونزي، رودريغيز، سيفان زونزي، رودريغيز، رودريغيز، يبعدونها وينجح في استعادة الكرة سريعا. خسر المواجهة أمام خصمه، رودريغيز نجحوا في تخليص كل الكرات، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، فاتت ومرت وصلت إليه، ياسين إبراهيمي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن لا يوجد ما هو أفضل من الفوز في المباراة الافتتاحية.